مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من حلقات قضايا كنديه. احنا كنا بنبث هذه الحلقات كل يوم احد الساعه 9، وعملنا لها شفت للساعه 7 عشان نبدا بهذه الحلقات وتكون اقرب ان شاء الله للمستمعين، وان شاء الله تنال اعجابكم، تصل لاكبر عدد من المستمعين. في كل حلقة بنتناول موضوع من مواضيع قضايا السياسة الكندية. بدأنا في ما هي السياسة الكندية، بدأنا في وضع العرب في المجتمع الكندي، كيف الاندماج في السياسة، بعدين بدأنا بتفصيل الأحزاب حزبا حزبا، بدأنا بحزب المحافظين، ثم حزب الـNDP، حزب الخضر سوري، بعدين حزب الـNDP. الآن سنبدأ في الحزب الرابع، وهو حزب بلوك كيبيكوا أو التكتل الكيبيكي أو التجمع الكيبيكي أو بلوك الكيبيكي، زي ما بتحبوا تسموه. طبعا في عنا صديقين عزيزين، بطلنا نحكي ضيوف، حيقدمهم الأستاذ محمد. تفضل أستاذ محمد. طبعا دكتور جمال دائما بيعطيني هذه النعمة وهذه يعني الفضل، يتفضل علي انه انا اقدم صديقين وحبيبين ومبدعين متميزين في هذا الموضوع اللي نتحدث فيه بشكل واضح، الدكتور نور القادري والاستاذ حسن غية. اهلا وسهلا دكتور نور. اهلا وسهلا استاذ حسن. اهلا وسهلا بكم وبالدكتور نور وبجميع المشاهدين والمستمعين. اليوم احنا زرنا بيوتكم يا استاذ حسن، ودخلنا مقاطعتكم وردينا لك الزياره. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. مثل ما زرنا تتحدث معنا عن الاحزاب المنتشره في المقاطعات الكنديه، اليوم بدنا نسمع مظبوط عن حزب كيبيكي يرى انه كيبك هي وطنه وبلده وحياته، وهذا الكلام حنفهمه من حضرتك ومن الدكتور نور من زوايا مختلفه، مثل ما شفنا الاحزاب السابقه وسنرى الاحزاب القادمه من زوايا مختلفه. فاتمنى عليك استاذ حسن، لانه احنا حتجدنا اكثر اميه في الموضوع هذا. بحكي عن حالي، خليني احكي عن حالي. دكتور جمال كان عنده سابق تجربة وخبرة في الأمور وفي كيبك، ولذلك أرجوك أنك تبدأ بتوضيح ما هو حزب البلوك الكيبيكي أو بلوك كيبكوا، من إجا هذا الاسم وما مراميه، ما معنى، ما هي نظرات هذا الحزب، مفهومه. طبعا حزب الكتلة الكيبيكية أو كما يقولون بالفرنسية بلوك كيبيكوا هو حزب يعمل على الصعيد الفيدرالي، ولكن هو ليس فيدرالي، هو عنده توجه استقلالي، توجه لسيادي في كيبيك، وهو لا يدعي أنه حزب فيدرالي ولا يدعي أنه يمثل أي إنسان خارج كيبيك، وهو الحزب الوحيد من الأحزاب المتواجدة في أوتاوا الذي لا أمل له، على الأقل رياضياً بأي طريقة من الطرق لا أمل له بتشكيل الحكومة في أوتاوا، ولا يطمح بتشكيل الحكومة في كيبيك في أوتاوا، لأنه هو يرشح مرشحين في جميع الدوائر الفيدرالية في كيبيك، لأنه يريد أن يكون صوت كيبيك في أوتاوا. في بداياته كان الحزب يتحدث عن الدفاع عن استقلال كيبيك، وأنه في أوتاوا لترويج لفكرة الاستقلال، وأنه سيكون حاضرا عندما تنضج ثمرة العمل الاستقلالي، وسيكون الذراع في أوتاوا للدفاع عن حقوق الكيبيكيين في الاستقلال. مع الوقت تغيرت توجهاته وأصبحت أنه يدافع عن مصالح كيبيك في أوتاوا. هنالك فرق مهم جدا بين هذا وذاك، وهذا الفرق أثر
في صراعات داخل الحزب بين بعض زعماء الحزب. يعني مثلا مارتين والات في الانقلاب الأخير، وسنتحدث عن هذا بالتفصيل، الزعيم السابق للحزب كانت ترى أن وجود البلوك في أوتاوا هو فقط لترويج فكرة الاستقلال. الآخرون كانوا يقولون لا، نحن لسنا هنا فقط للترويج لفكرة الاستقلال، نحن نروج لفكرة الاستقلال، ولكن ريثما يحين وقت الاستقلال نحن هنا ندافع عن مصالح وحقوق أهل كيبك في أوتاوا. بدأ الحزب رسميا في التسعينات، في بداية التسعينات القرن الماضي. طبعا قبل البلوك كيبيكو الذي نعرفه الآن كان هناك محاولات كثيرة، ولكن بشكل الحزب الذي نعرفه الآن والذي هو له تمثيله في أوتاوا بدأت في بدايات التسعينات من القرن الماضي، الذي بدأه هو لشان بوشار. وقبل أن يؤسس الحزب كان نائبا فيدراليا عن حزب المحافظين التقدميين بزعامة براين موروني، وكان وزيرا للبيئة في حكومة براين موروني أيضا. بالمناسبة براين موروني كان زميله في الدراسة في جامعة لافال في مدينة كيبيك عندما كانوا طلابا في كليات الحقوق. لشان بوشار في بداياته طبعا كان محاميا ومحاميا ناجحا في كيبيك، وتدخلاته السياسية كانت دائما باتجاه الحقوق القومية للكيبيكيين، ولكن عند دخل المعترك السياسي العملي مع براين موروني في الحزب التقدميين، في حزب المحافظين التقدميين، دخل في عام 85 او 87. براين موروني وصل الى السلطة عام 84. لنفهم تاريخ البلوك كيبيكوا وتاريخ لشان بوشار وبراين موروني وكل هذه الامور، يجب ان نعود الى عام 76 عندما وصل حزب لبارتي كيبيكوا، الحزب الكيبيكي المنادي بالاستقلال، الى السلطة في كيبيك، وكان ينادي للاستقلال. وكان في نفس الوقت في أوتاوا السيد بيير إليوت تريدو، والد رئيس الوزراء الكندي الحالي جيستان تريدو، وكلاهما من كيبيك، وكلاهما كانا يعرفان بعضهما جيدا قبل العمل السياسي. ريني ليفيك كان وزيرا في حكومة الليبرالية المحلية، يعني البارتي الليبرال دي كيبيك، حكومة المحافظة، كان وزيرا وكان وزيرا لامعا، وانشق عن حزب الليبراليين وأسس البارتي كيبيكو لأنه وجد أن الليبراليين لا يدافعون بما فيه الكفاية عن حقوق كيبيك. وبعد إذن البارتي الكيبيكو جزء أو انشق من الحزب الليبرالي، انشق من الحزب الليبرالي، ليس بالإمكان القول أن البارتي كيبيكو انشق. ريني ليفيك مع بعض زملائه انشق عن خرج من الحزب الليبرالي وأسس البارتي كيبيكو، وانضم إليه العديد من المناضلين في سبيل استقلال كيبيك الذين لم يكونوا في الحزب الليبرالي. وهذا ما حصل مع براين مع لشان بوشار لاحقا عندما انشق عن المحافظين وأسس البلوك كيبيكو، انضم له أيضا آخرون لم يكونوا معه في حزب المحافظين. هذا دائما يحصل في الانشقاقات الحزبية. المهم ريني ليفيك بعد انشقاقه عن حزب الليبرالي الكيبيكي وأسس البارتي كيبيكو، وصل إلى السلطة عام 76، وكان من التزاماته قبل أن يصل إلى السلطة كانوا ينادون أن أي تصويت للحزب البارتي كيبيكو هو تصويت للاستقلال، ولذلك لم ينجحوا بالوصول إلى السلطة لأن كثيرين من الناس يريدون تغيير السلطة ولكنهم ليسوا بالضرورة من مؤيدي الاستقلال. عام 76 أتى حزب البارتي كيبيكو باستراتيجية جديدة سماها استراتيجية الخطوة خطوة أو المرحلية. قالوا أن نحن الآن في الانتخابات 76 نطلب من الناخبين أن يصوتوا لنا كحكومة جيدة تقف بوجه الفساد، ونلتزم أننا خلال وجودنا في السلطة سنعرض سؤال الاستقلال في استفتاء على المواطنين، بإمكانكم يا حضرات المواطنين أن تصوتوا لنا كحكومة الآن، وإن لم تكونوا موافقين على الاستقلال بإمكانكم في الاستفتاء القادم أن تصوتوا ضد الاستقلال.
فنجح بهذه الطريقة ووصل إلى السلطة عام 76 وهزم روبير بوراسا الذي كان في السلطة آنذاك. عندما والتزم بوعده الانتخابي وأجرى استفتاء عام 1980. لماذا أعود بكل هذه التاريخ؟ لأن هذه مراحل مهمة جدا لمعرفة من أين أتى البلوك كيبيكوا. عام 1980 أجرى البارتي كيبيكوا استفتاء في كيبيك للاستقلال. من الذي كان رئيسا لوزراء كندا في ذلك الوقت؟ هو كذلك الكيبيكي بيير إليوت تريدو. وكان صراعا ما بين الحزب الحكومة الفيدرالية والحكومة المحلية. تريدو الحكومة الفيدرالية أوكلت لجون كريتيان الذي كان وزيرا في حكومة بيير إليوت تريدو في ذلك الوقت أن يدير عملية الفريق المعارض للاستقلال، وحصل الاستقلاليون على 40% تقريبا والفيدراليون أو الوحدويون على 60%، وهزم الاستقلال وهزمت فكرة الاستقلال. خلال المعركة معركة الاستفتاء التزم بيير إليوت تريدو مع جون كريتيان مع الفيدراليين في ذلك الوقت وقالوا أننا عندما تصوتون لا للاستفتاء للانفصال لا يعني أنكم تصوتون لبقاء الوضع كما هو الآن، نحن سمعنا صوتكم ونعرف أن كيبك تحتاج لتغيير وتحتاج لاحترام أكثر في في في, في أوتاوا، ولذلك نحن نضع مقاعدنا على الميزان ونحن مستعدون أن نغير الأوضاع لإرضاء كيبك وتحصيل حقوق كيبك في أوتاوا. وصوت الكيبكيون ضد الاستقلال ووجدوا أن هنالك مخرجا من النفق الذي وجدت نفسها في كيبك. في العام 80 مباشرة بعد الاستفتاء كان هنالك تعديلا دستوريا بقيادة بيير إليوت تريدو. قبل ذلك التاريخ كان أي تعديل دستوري يجب أن يحصل على موافقة البرلمان الملكي في لندن في بريطانيا. تريدو قاب التعديل الدستوري أنه يجلب الدستور من يد بريطانيا ويعطيه للحكومة الكندية وللبرلمان الكندي، هذه أول نقطة، وأرفق الدستور الكندي بشرعة للحقوق والحريات الكندية. كيبك رفضت هذا التعديل الدستوري ووجدت أنه يقلص من حقوق كيبك بدل أن يضيف عليها، فصوت المقاطعات الأخرى كلها مع تريدو في جلب الدستور، وكيبك كانت مستفردة ورفضت التصويت، وحصل وقتها ريني ليفيك على موافقة من برلمان كيبك بما فيهم ذوي التوجهات الفيدرالية من الليبراليين. كان هناك تصويت بالإجماع في البرلمان المحلي في البرلمان بالمقاطعة يعارض التعديل الدستوري. بقيت كيبك خارج التعديل الدستوري. أتى عام 1984 براين موروني وجاء اتفق مع ريني ليفيك بما اسموه في ذلك الوقت المخاطرة الجميلة لبوريسك، مع أن البارتي كيبيكا يساعد المحافظين للوصول السلطة للتخلص من الليبراليين، والمحافظون بالمقابل يجرون التعديلات الكافية لإرضاء كيبيك حتى تقبل كيبيك بالتعديل الدستوري. ومن هذا من هنا بدأت بذرة لبلوك كيبيكوا. براين موروني كذلك وفى بوعده وأجرى اتصالات مع المقاطعات الأخرى والأحزاب الأخرى وأتوا باقتراح سموه ميتش ليك أجريمت، لأن كان في البيت الثانوي لرئيس الوزراء في ميتش ليك قريب من أوتاوا في ذلك. ولكن هذا مع أنه كان هذا المقترع على الطاولة بقي حوالي 3 سنوات مكانك راوح للحصول على الموافقة من البرلمانات المقاطعات الأخرى، وفي آخر لحظة لم يتم الموافقة على هذا التعديل الدستوري لإرضاء كيبك ودخولها في بوتقة الاتحاد الكندي. في ذلك الوقت كان لشين بوشار وزيرا في حكومة براين موروني، فاستقال من حكومة براين مورودي معترضا على تمييع حقوق كيبك في أوتاوا.
اسمح لي استاذ حسن، اسمح لي استاذ حسن، يعني انت كانك حطيتنا بصوره الاحداث والانفايرمنت المناخ في بدايه التشكيل وفي المراحل المختلفه تقريبا. انا اتوقع انه حنحتاج نرجع نراجعهم من 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 جديد بشكل مسهب اكثر حتى ما ننسى المعلومات هذه. فلو لو لو يعني استطعنا انه ندخل فيهم بالترتيب، حكينا عن التأسيس، ذكرتنا التأسيس وبداية التأسيس كيف كانت بداية الان. تفضل نعم تفضل تفضل تفضل، خلينا نحكي ناخذ موضوع التأسيس عندما بعدين نعرج مع الدكتور نور على الشق الاخر من بسأل الدكتور نور سؤال دسم كمان يمكن يكون خلاص انا خلاص اذا بعد ما ينهي الاستاذ حسن موضوع تقريبا انتهيت. يعني انا اجوبتي كمقدمه ابن خلدون، المقدمه اكبر من الكتاب. المهم الثروه دائما عندك وين ما كانت، في المقدمه ولا في النهايه يا استاذ حسن؟ بارك الله فيك. المهم لسان بوشار انسحب من الوزاره ومن الحزب المحافظين وبقي في البرلمان كمستقل، وانضم اليه ثلاث نواب من الحزب المحافظين ونائب اخر من الليبراليين، من الحزب الليبراليين. اوكي هذا مات الان، فبقوا في البرلمان، سموا انفسهم وكانوا كمستقلين لان لم يكن عندهم العدد الكافي ليتم الاعتراف بهم كحزب رسمي، كانوا مستقلين. هذا في بداية 91 لفترة مقيدة في الانتخابات الأولى 93. طبعا هذا يعني خلاصة سريعة، خسارة ليك ميج، أخسرت براين موروني شعبيته وخسر المحافظون الانتخابات، وأتى جون كريتيان للحكومة في عام 93. الذي حصل، أول نائب منتخب من قبل بلوك كيبيكوا كان جيل ديساب بانتخابات فرعية. جيل ديساب، وسنعرج على هذا فيما في لاحقا، جيل ديساب رجل أتى من الجو النقابي وكان يساريا، وسنعرج على هذا لاحقا، نرى أنه بظل زعامة جيل ديساب كان البلوك كيبيكوا كان إلى حد ما يميل اليسار، أو على الأقل كان برامجه الاجتماعية أكثر تقدمية من زعماء آخرين. المهم جيل ديساب كان تم انتخابه، كان أول نائب ينتخب انتخابا من بلوك كيبيكوا. بعد ذلك حصلت الانتخابات عام 93، فحصل البلوك كيبيكوا على أكبر عدد من نواب كيبيك، وكان واستطاع أن يشكل المعارضة الرسمية في أوتاوا. طبعا في البداية كما نعرف أن المعارضة الرسمية في أوتاوا لا تتعلق إن كانت من كيبيك أو إدمنتون أو من أي مكان آخر. المعارضة، حزب المعارضة الرسمية هو الحزب الذي يأخذ ثاني أكبر كتلة نيابية في البرلمان، وبالتالي أصبح من مفارقات الأمور أن لشان بوشار الذي كان استقلاليا وأسس حزبه للدفاع عن حقوق كيبيك وعن استقلال كيبيك، أصبح هو رئيس المعارضة الرسمية في البرلمان الفيدرالي. بعد وفي البداية كان الحزب كما نقول عنده فكرة واحدة هي الدفاع عن حقوق كيبيك، ولا تزال هذه الفكرة موجودة، ولكن مع الوقت كانوا مضطرين، بما أن كانوا كثيرون من الناس يتصورون أن هذا الحزب هو مجرد حزب لدورة واحدة للتحضير للاستقلال. ولكن حصل استفتاء آخر عام 95، ولشين بوشارد ساهم في هذا الانتخاب كزعيم، عندما في الاستفتاء في كيبك كان رئيس الوزراء في كيبك وقتها جاك باريزو، ووقعوا اتفاقا أو تحالفا ما بين ثلاث أحزاب، البلوك كيبيكوا بزعامة لشين بوشار، لليونس ديمقراطيك دي كيبك لديكو بزعامة ماريو ديمون، الذي هو أيضا انشق عن الحزب الليبرالي بسبب فشل ليك ميتشك أيضا،
وجاك باريزو الذي كان رئيس زعيما للحزب البارتي كيبيكوا وكان رئيسا للوزراء. أجري انتخاب 95 ووصلوا كما يقولون قاب قوسين أو أدنى من النجاح. يعني كان فكرة الاستقلال حصلت على 49.5 تقريبا من الأصوات، والمعارضة للاستقلال كانت حوالي 50.5 تقريبا يعني في من التصويت. نتيجة خسارة الاستفتاء عام 95 طبعا كان هنالك أمور أخرى، اضطر استقال جاك باريزو من زعامة حزب الكيبيكوا ومن رئاسة حكومة كيبيك، واستبدل بليشان بوشار الذي استقال من زعامة البلوك كيبيكوا في أوتاوا واستدخل بالبارتي كيبيكوا وأصبح رئيسا لوزراء كيبيك. أتصور أنني أطلت عليكم ولا أريد أن أخذ وقت زميلي وصديقي الدكتور نور، فلاحقاً إن شاء الله نستطيع أن نشارك في أفكار أخرى. شكرا لك استاذ حسن. دكتور نور، انا يعني انا يمكن عشت في كيبيك شويه وسمعت كثير عن موضوع الانفصال في مقاطعه كيبيك، والاستاذ حسن تكلم عن هذا الموضوع كثيرا، لكن في ناس كان يعني عرب خاصه في كندا مش عارفين ليش الكيبيكوا بدهم ينفصلوا، ما هي الاسباب، شو الاستراتيجيه؟ يعني عاده الدول تتحد الان لتتكتل، لماذا الكيبيكوا يريدون الانفصال؟ يعني سؤال مهم جدا قد يبدأ وقد يفتح لنا أبواب أخرى. تفضل أستاذ دكتور. سؤال مهم جدا. نحن نعرف أن كندا يعني هي كدولة أو ككونفدرالية اتحاد مقاطعات تأسست في العام 1867. معظم هذه المقاطعات التي كانت موجودة في كندا كانت قبل ذلك تحكم إما من بريطانيا أو فرنسا، وهي الدول التي جاءت إلى كندا. في العام 1967 بعد يعني المئوية على تأسيس كندا، كان شارل ديغول وهو رئيس وزراء فرنسا أو رئيس جمهورية فرنسا جاء بزيارة إلى كندا. شارل ديغول كان أول الناس الذين أطلقوا بأحد خطاباتهم هنا فيف لو كيبيك ليبر، وهي عاشت كيبيك مستقلة. فجاءت النزعة الانفصالية. قبل ذلك كان الكثير من الكيبيكيين يعني يقولون أنهم هم كمواطنين في كندا من الدرجة الثانية. عندما جاء بيير إليوت ترودو إلى الحكم، كان مع مجموعة من أصدقائه أسسوا ما يسمى سيتي ليبر، وهي مجلة يكتبون فيها بشؤون كيبيك، وكانت النقابات قوية في كيبيك. كان أهم النقابيين الذين يعملون في تلك المرحلة، وكان يحسب الليبراليون في الحكم والمحافظين له الحساب الكبير يدعى جان مارشان. فجاء رئيس وزراء في العام 1965 بيرسون، واقترح مع جان مارشان أن يترشح إلى أن يرشحه للانتخابات في دائرة يربحها 100% في مونتريال. فجاء في ذلك الحين جان مارشان وطرح مع رئيس الوزراء لستر بيرسون أنه يريد أن يترشح مع اثنين من زملائه وهم بيير إليوت ترودو وبيير لالوند، وقال له يمكن أن يترشح هؤلاء في مقعد محسوم في مونتريال، وأن جان مارشان مستعد لأن يترشح ضد المحافظين في أحد مقاعد مدينة كيبيك الصعبة، وأنه مستعد ليربحه. فربح الثلاثة مقاعدهم مع الحزب الليبرالي وجاءوا إلى أوتاوا ليعملوا لمصلحة كيبيك وليعلو شأن القومية الفرنسية واللغة الفرنسية. وفيما بعد قاموا بقانون
أو بيل 101 الواسن وهو الذي أعطى في كندا أن اللغتين الرسميتين هما الفرنسية والإنجليزية في كندا. الحادثتين هاتين من العام 1965 انتخاب بيير إليوت ترودو وجان مارشان إلى الندوة البرلمانية والعمل لمصلحة كيبيك، في العام 1967 مجيء الرئيس الفرنسي شارل ديغول وإعلانه فيف لو كيبيك ليبر، أعلن النزعة الفرنسية القومية كانت موجودة، كان البعض يحاول أن يقول الفرنسيين داخل الحكومة الفيدرالية أمثال بيير إليوت ترودو وجان مارشان وجان كريتيان فيما بعد، والبعض أرادوا أن يقوموا بتلك النزعة ويتكلموا بالانفصال أمثال ريني ليفيك الذي كان عضوا في الحزب الليبرالي ووزيرا في الحزب الليبرالي في كيبيك كما أشار زميلي حسن، وانشق وأسس حزب البارتي كيبيكوا. لا يمكن أن نتكلم عن حزب البلوك كيبيكوا على المستوى الفيدرالي من دون ربطه بالبارتي كيبيكوا، لأنه عندما تأسس حزب البلوك كيبيكوا كان الموضوع أنه هذا الحزب سيحل عندما تستقيل أو تستقيل كيبيك. كانت نزعة الاستقلال قوية جدا، لكن ريني ليفيك واجه رقما صعبا في كيبيك ببيير إليوت ترودو ويده اليمين جان كريتيان. عندما قرأت كتاب مذكرات بيير إليوت ترودو كان بين كل صفحة وصفحة يتكلم عن جان كريتيان، عندما قرأت كتاب جان كريتيان Straight from the Heart كان يتكلم دائما عن وجوده بجانب ترودو وعملهم الدؤوب يوما بعد يوم لمنع استقلال كيبيك الذي كان يقوده ريني ليفيك. وعندما خسر الليبراليون بقيادة بيير إليوت ترودو في العام 1979 لمصلحة التقدميين المحافظين التقدميين بزعامة جو كلارك في العام 1979 استقال بيير إليوت ترودو من الحكومة، من استقال من زعامة الحزب الليبرالي، وبدأ الليبراليون يحضرون لمؤتمر لانتخاب زعيم جديد لهم. كان ارتأى البارتي كيبيكوا أنه الاستفتاء القادم سيكون حتما رابح، لأنه لن يكون هنالك شخص اسمه بيير إليوت ترودو. هذا ما تمنوه في العام 1980، لكن عندما سقطت حكومة جو كلارك سريعا ولم يكن هنالك زعيم للحزب الليبرالي، وكان البارتي كيبيكوا دعا إلى استفتاء، فوجئوا بأن الليبراليون استدعوا بيير إليوت ترودو من مقاعد الاحتياط إلى أن يقودهم إلى الانتخابات مجددا، وفاز بحكومة أغلبية من العام 1980 إلى العام 1984 كانت بمثابة كابوس بالنسبة للبارتي كيبيكوا وزعيمهم ريني ليفيك، الذي لم يكن يتوقع عودة بيير إليوت ترودو إلى الساحة السياسية وأن يفاجئه بالعمل الدؤوب كي يخسر الاستفتاء في العام 1980. دكتور نور، أشكرك على هذا التوضيح. اسمح لي أن أسأل الأستاذ حسن سؤال وبعد ذلك ياريت أسمع رأيك فيه. يعني إحنا بنتكلم وتكلمنا عن الأحزاب، كل حزب من الأحزاب إيش ساهم في كندا والمواقف والمحطات الأساسية اللي كان له دور مهم جدا فيها. الآن لما بنحكي عن البلوك كيبيكوا وبنحكي عن له ميول أو نزعات استقلالية انفصالية في 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 كيبيك لكيبيك، طيب يعني وين إحنا بنشوف مواقفه وأدواره على مستوى الوطن، على مستوى كندا، الدور الرئيسي، الأدوار الرئيسية؟
سؤال لي أنا أخي محمد. نعم نعم أستاذ حسن. طبعا هنالك فقط توضيح بسيط على ما قاله الدكتور نور ومن ثم سأجيب على سؤالك. في عام 65 عندما استقطب الحزب الليبرالي الكندي جيستين تريدو، أحضر معه كما تفضل الدكتور نور، ولكن فقط سأوضح الأسماء الاثنان من زملائه، الصحفي جيرار بيلكي والنقابي جون بارشون، وكان اسمهم في ذلك الوقت الحمائم الثلاثة لتروا كولومب. فإذا كان هم الذين دخلوا في الحزب الفيدرالي ليعطوا تمثيلا أقوى للليبراليين في مقاطعة كيبك. هذه من نقطة. نقطة أخرى، أتصور أنه مع احترامي وإجلالي لدكتور نور، أتصور أنه من التجني القول أنه هو جنرال ديغول هو أول من تحدث عن استقلال كيبك. فكرة استقلال كيبك تعود إلى فترات طويلة من التاريخ هنا في كيبك. يعني الذي حصل فقط هو تدخل جنرال ديغول، كان مجرد أنه أعطاها زخما. أما الاستقلاليون وحتى الأحزاب السياسية التي كانت أو التجمعات السياسية التي كانت تطالب بالاستقلال كانت موجودة قبل جنرال ديغول. ولو أطلق جنرال ديغول صيحته عاشت كيبك حرة، لو أطلقها ولم يكن هنالك وجود للتيارات الانفصالية لكانت صرخة في واد، لكانت كلاما في فراغ. ومن هنا كان وقعها شديدا، لدرجة أن الحكومة الفيدرالية ألغت زيارة جنرال ديغول وطلبت منه العودة مباشرة إلى فرنسا، لأن هو أتى كزيارة رسمية لكندا ليس لكيبك، لأن كيبك لم تكن دولة مستقلة. الآن سأعود لسؤالك أستاذ محمد، ما الذي ساهم به البلوك كيبكوا؟ بكل كما تعرفون في هذا البرنامج، وهذا التوضيح للزملاء والإخوة المشاهدين والمشاهدات، نحن بكل استقلالية وبكل أكاديمية نتحدث عن الموضوع بعيدا عن ميولنا الشخصية، ويجب إعطاء كل ذي حق حقه. البلوك كيبكوا ساهم في المنظومة السياسية الكندية من حيث لا يدري، هو ساهم في تحسين كندا، يعني هو تماما كما حصل مع القانون 101 الذي ذكره الدكتور نور لتدعيم اللغة الفرنسية، سحبوا من تحت أقدامهم بساط الدعوة للانفصال، لأنهم كانوا يقولون أن كيبك مضطهدة والكيبكيون مواطنون درجة ثانية، ومن الأمثلة أن اللغة الفرنسية كانت مهمشة، فأتوا بقانون 101 ليجعلوا من اللغة الفرنسية لغة رسمية وحيدة في كيبك. وبالمقابل تريدو في أوتاوا أتى بقانون الثنائية اللغة bilingualism، فأصبح الكيبكيون النشء الجديد الجيل الجديد يجد أن اللغة الفرنسية محترمة، وأنه لم يعد بحاجة للاستقلال للدفاع عن حقوقه. يعني هذه الأمور كذلك البلوك كيبكوا من حيث لا يدري ساهم بتحسين النظام الديمقراطي في كندا. مجرد أن يأتي حزب استقلالي يدعو للاستقلال والانشقاق عن كندا ويمثل المعارضة الرسمية في أوتاوا ب 75 نائب يتقاضون راتبا من الحكومة الفيدرالية ويتحدثون باسم كندا، هو بحد ذاته إثبات لقدرة وقوة النظام الديمقراطي الكندي. كذلك عندما كان هنالك فضائح سياسية في كندا، فضائح اقتصادية وقضايا فساد، كان البلوك كيبكوا من الذين ساهموا في فضح الفساد الذي كان في أوتاوا، وساهموا في تطوير نظام كما يقولون نظام المساهمة المالية للأحزاب السياسية. فيما مضى كانت الأحزاب السياسية تعتمد كثيرا على الشركات والممولين، ولكن الآن بدأت القضية في كيبك مع البارتي كيبكوا، لأنهم يعني هي من ناحية الحاجة كما نقولون، بما أن الحزب الكيبكي كان حزبا
أتى من الشعب، أتى من القاعدة، ولم يكن يستطيع أن يعتمد كثيرا على الشركات، وكانت الشركات ورؤوس الأموال تحارب البارتي كيبيكوا، فصوت على قانون يمنع الشركات من التبرع للأحزاب، وحدد المبلغ الذي بإمكان أي شخص، يعني الآن التبرع يكون فقط من أشخاص من مواطنين، ومن الناحية الثانية حدد المبلغ الذي بإمكان أي مواطن أن يدفعه لتمويل حزب سياسي. بدأ هذا في كيبيك، ومن ثم بمساهمة البلوك كيبيكوا، طبعا الجو الموجود أصبحت الآن هذا قانونا حتى في كندا، الآن الشركات لا يحق لها المساهمة في التبرع للأحزاب، وبالتالي الشركات لا تستطيع بطريقة مباشرة شراء الانتخابات، قد تستطيع بطريقة غير مباشرة، هذا موضوع آخر، ولكن البلوك كيبيكوا ساهم في هذه القضية. نقطة أخرى ساهم فيها البلوك كيبيكوا حرب العراق. البلوك كيبيكوا ساهم أيد دخول كندا في حرب أفغانستان، بينما عارض تدخل كندا في حرب العراق، لأن الحرب شنت من قبل الولايات المتحدة دون موافقة الأمم المتحدة وحتى دون موافقة حلف شمال الأطلسي، فكان موقفه واضحا في هذا الموضوع أنه يعارض حرب العراق. وفي كثير من الأحيان يعني البلوك كيبيكوا شهادة لوجه الله كما يقولون أو للتاريخ، عمله في البرلمان كان يعني مع أن الفكرة الأساسية لوجوده كانت استقلال كيبيك، ولكنه كحزب معارض، كحزب برلماني، كان يدافع عن قضايا، يتقدم بقضايا كثيرة لتحسين النظام الاجتماعي والاقتصادي في كندا، مثلا الميزانية، قضايا البرامج الاجتماعية وما شكل ذلك. الموضوع يكون بشكل عام لأنه هو حزب على الصعيد الفيدرالي، ولكن الحزب البارتي كيبيك عندما تأتي القضية لقضية استقلال كيبيك وقضية قومية كيبيك وقضية كذا، طبعا هو حزب منحاز. مثلا أعطيك مثلين، عندما كان أتت حكومة كيبيك في مشروع شرعة القيم الكيبيكية، لا أعرف إن كان كثيرا من الإخوة والأخوات المستمعين يذكرون ذلك، عندما كانت بولين مروا في الحكومة في كيبيك قدمت مشروعا اسمه في ذلك الوقت مشروع شرعة القيم الكيبيكية، ومن هذا المشروع منع المحجبات ومنع يعني تقييد على الحريات الدينية. فالبارتي كيبيكوا طبعا أيد هذا. ماريا موراني التي كانت عضوا في البلوك كيبيكوا، وقبل أن يتخذ البلوك كيبيكوا قرار دعم مشروع شرعة القيم الكيبيكية، ماريا موراني كمواطنة آتية من أصول غير كيبيكية، هي لبنانية من أصول لبنانية، وعلى فكرة هي مسيحية ليست مسلمة ماريا موراني، ولكن من ناحية المبدأ ومن ناحية الالتزام بشرعة حقوق الإنسان وشرعة حقوق الحقوق الكيبيكية وشرعة الحقوق الكندية، عارضت مشروع الحزب الكيبيكي لشرعة القيم التي اسمها شرعة القيم، والبارتي كيبيكوا هاجم ماريا موراني مع أنه لم يكن قد أخذ قرارا بعد، كان عليها أن تتنبأ أنه سيقف وراء البارتي كيبيكوا في هذا الموضوع. كذلك رأينا هذا في المرحلة الأخيرة في الأسابيع القليلة الماضية ما في قضية جاك ميتسينغ والبلوك كيبيكوا حول العنصرية الممنهجة. كان جاك ميتسينغ والبرلمان في الفيدرالي بشكل عام يريد أن يمرر قانون أو اقتراح للوقوف أو للعمل على محاربة العنصرية الممنهجة في كندا، أو على الأقل في الشرطة الفيدرالية، والبلوك كيبيكوا عارض، لأن عندما تتحدث عن قضية العنصرية مباشرة يقول أنت تتهمنا أننا عنصريين. لا يا جماعة الخير، أنا لا أتهمكم أنكم عنصريون، أنا أقول أن هنالك عنصرية في كندا وهنالك بعض العنصريين في كندا، ونحن نطالب بفتح بتحديد هؤلاء العنصريين وفتح هؤلاء العنصريين والعمل على إيجاد قوانين تحفظ لكل ذي حق حقه وتساوي بين المواطنين.
ولكن مجرد أن تتحدث عن قضية عنصرية يشعرون وكأن أصابع الاتهام تتجه لهم، ومن هنا يفقدون كل حيادية وكل وكل كما يقول كل حيادية في الموضوع وكل منطقية، ويأخذون وكأنهم هم المهاجمون. أما عندما تبتعد بعض الشيء عن القضايا القومية والوطنية والعلمانية، البارتي كيبيكوا مواقفه في كثير من الأحيان لا تختلف كثيرا عن مواقف الأحزاب التقدمية الأخرى في البرلمان الفيدرالي. واضح. لا أدري إن كان الدكتور نور يوافق على هذا الكلام أم لا، ولكن هذا الذي أراه. هل عندك إضافة؟ نعم، بال يعني كل ما قاله زميلي أستاذ حسن هو جميل بالنسبة لحزب البلوك كيبيكوا. الحزب البارتي كيبيكوا على المستوى المقاطعة كان قام بسياسات مميزة كثيرة، يعني سمحت لكيبيك أن تكون تقدمية في الأمور الكثيرة من ناحية التعليم. مثلا التعليم في كيبيك هو من الأفضل والأرخص مثلا للطلاب في كل كندا. Child support, child care هي سياسات مثلا موجودة في كيبيك. إذا نظرت إلى معظم مقاطعات كندا مثلا، حضانة الطفل هي من الأغلى والأصعب في كل المناطق. في كيبيك يمكن لأي إنسان عنده طفل أن يتبع أن يرسله إلى الحضانة $8 يوميا. علينا ألا نغفل أن لوسيان بوشار مؤسس حزب البلوك كيبيكوا هو كان وزير البيئة في حكومة برايان ماروني، وجاء به برايان ماروني لأنه كان يريد أن يعطي البيئة زخما قويا، وأن لوسيان بوشار هو من أقوى الوزراء في كيبيك. فعندما استقل عن حزب المحافظين أو انشق وأسس حزب البلوك كيبيكوا، كانت البيئة هي من صلب اهتماماته، وبقيت البيئة هي من صلب اهتمامات حزب البلوك كيبيكوا على جميع الصعد. فكانت سياساته تقدمية دائما بالنسبة لموضوع البيئة. فلهم مساهمات عديدة على جميع المستويات من ناحية التعليم أو من ناحية الحضانة أو البيئة، ولذلك يعتبرون أنهم حزب، مع أنهم أسسوا من حزب المحافظين هكذا كانت نواتهم، لكن سياساتهم كانت أقرب إلى اليسار في معظم الأحيان بدعم البرامج الاجتماعية والتعليم والصحة وما إلى ذلك. وهم يعتدون اليوم أنهم حزبا يساريا باستثناء سياستين، موضوع شرعة كيبيك وموضوع استقلال كيبيك من جهة. هذا لا يعتد بهم أنهم حزب فيدرالي وليسوا على المستوى الفيدرالي إلا من هذا القبيل. حزب البلوك كيبيكوا لم يرشح نواب في أي مقاطعة أخرى باستثناء مرة وحيدة كان لهم نائب في مقاطعة نيو برونزويك، فيما عدا ذلك كل نوابهم كانوا من مقاطعة كيبيك، وعلى المستوى على مستوى السياسات هم تقدميين إلى اليسار. يعني فقط إذا ملاحظة صغيرة يا جماعة الخير، أنا أذكر أيام شبابي عندما كان البارتي كيبيكوا أول ما وصل إلى السلطة وكان يقود فعلا، كان هنالك ثورة اجتماعية نقولها بصراحة. يعني عام 76 عندما وصل الحزب الكيبيكي إلى السلطة كان هنالك الكثير من الفساد، وقام ببرامج كثيرة كما تفضل الدكتور نور، من ناحية التدريس، من ناحية الشؤون الاجتماعية، من ناحية الاقتصاد، من ناحية البيئة. يعني كان كثير من المحللين يقابلون، وكان في ذلك الوقت الـ NDP الحزب الديمقراطي الجدد بزعامة إد برودبنت، كان كثير من المحللين ينظرون إلى الموضوع أن برودبنت وريني ليفيك يقودان نفس المعركة،
ولكن فقط قضية استقلال كيبك كانت تفصلهما. برادمت كان وحدويا حتى النخاع، وريني ليفاك كان انفصاليا حتى النخاع، ولكن كلاهما كان تقدميا وكلاهما كان ديمقراطيا. بعض الزملاء بيسألوا عدة أسئلة، احنا بس عشان أوضح للجميع، كل حزب عم نعطيه حلقتين، فحنناقش كل هاي الأسئلة، القضايا الخارجية والقضايا العربية إن شاء الله بأسرع وقت. طبعا حيكون في برضو علاقته مع الأحزاب الأخرى، كل هذا حيكون موجود إن شاء الله. فالأخ كارو بيسأل هاي الأسئلة، إن شاء الله حنجاوبها كلها. أنا بس الأخ كارو مواظب، شكرا أخ كارو وأهلا بك، يعني مواظب دائما يعني الحمد لله. دكتور نور، أنا بدي أسأل سؤال. أنا أتوقع ب 2015 أو 2012 كان لهم مرشحين في مدينة أوتوا، هل هذا صحيح ولا أنا مخطئ؟ لا، لم يكن لهم مرشحين في مدينة أوتوا على البلوك كيبيكوا، كانوا في جاتينو طبعا في كيبيك، وأن نائبهم في جاتينو ريشار نادو كان من أكثر الداعمين مثلا للقضايا العربية بما فيها قضية فلسطين، وكان أحد النواب الذين زاروا فلسطين وعاد بتقرير كامل طرحه إلى البرلمان وطرحه إلى الكتلة الكيبيكية من 54 نائب وجال به على مدارس كيبيك. كانت نظراتهم تقدمية في هذا. دكتور نور، نعم، عشان حنعود لاحقا لهذا الموضوع، أرجو أن نحاول إغلاق مرحلة الانتخابات والتواجد في البرلمان ومشاركتهم في البرلمان على المستوى الفيدرالي، وحتى وجودهم وقوتهم وما تقلدوه من وزارات. نتكلم عن أهم الشخصيات خلال هذه الفترة. يعني لو استعرضت معنا أو استعرضت لنا انتقالهم أو تطورهم خلال الفترات المختلفة في برلمانيا على المستوى الفيدرالي على مستوى البروفنس، وأهم الشخصيات اللي كانت تمثلهم خلال هذه الفترة. في العالم أضيف سؤال دكتور نور، هل في ارتباط شديد بين الحزب بالبروفنس تبع كيبيك والحزب الفيدرالي تبعهم؟ الارتباط هو ليس وضعيا، ليس على المستوى الإداري، لكن على مستوى السياسات بموضوع استقلال كيبيك، وأن تأسيس حزب البلوك كيبيك بالتحديد طرح على أساس أنه بعد انفصال كيبيك هذا الحزب سيحل وسيكون جزءا من سيكون أتباعه جزء من البارتي كيبيكوا على المستوى المقاطعة، وستكون كيبيك دولة مستقلة. أما بالنسبة للارتباط، ليس هنالك أي ارتباط عضوي بين الحزبين. بالنسبة للحزب ومراحله، كما أشار زميلي حسن، في العام 1991 فاز جيل دوسيت كمستقل من النقابات في أحد دوائر مونتريال لوريا سان ماري، وبقي نائما في تلك الدائرة من العام 1991 حتى العام 2011. ربح كمستقل لأن الحزب لم يكن لديه اعتراف رسمي، لأن الحزب لم يكن لديه 12 نائبا في البرلمان حتى يكون حزبا رسميا. لكن في العام 1993 فاز البلوك كيبيكوا ب 54 نائب من أصل 75 في كيبيك، وكان المحافظون التقدميون قد انقسموا على بعضهم، فكان هنالك حزب الريفورم بقيادة بريستون مانينغ في الغرب الكندي، ولم يحصل على 54 نائب، جاء في المكان الثالث، وأصبح الحزب الانفصالي في كيبيك البلوك كيبيكوا هو المعارضة الرسمية في البرلمان. لكن جون كريتيان بحنكته وحذاقته كان يعتبر دائما أن المعارضة له التي يعتبر بها هي بريستون مانينغ وهم المحافظون، حتى عندما جاء كلينتون في زيارة رسمية
عادة يدعى إلى لقائه زعيم حزب المعارضة. فاستدعى لوسيان بوشار إلى أن يلتقي بكلينتون، وأعطى مجالاً أيضاً لرئيس الكتلة الثالثة الذي هو بريستون مانينغ إلى أن يلتقي الرئيس الأمريكي كلينتون في ذلك الحين. عندما جاء الاستفتاء في العام 1995 قاد ذلك الاستفتاء بحنكة جون كريتيان، لكن الأصوات القوية في كيبك كانت جياشة إلى حد أنهم كانوا كادوا على قرابة ثانية أو أدنى أن يفوزوا في ذلك الاستفتاء. فجاك باريزو الذي كان رئيسا لوزراء مقاطعة كيبك ورئيسا وزعيما للبلوك لبارتي كيبكوا في كيبك كان يريد أن يطرح الموضوع على أنه استفتاء على الانفصال فقط، لكن لوسيان بوشار بحنكته أعاد ما طرح في العام 1982 في ذلك الاستفتاء، وطرح موضوع أنه نريد أن يكون الاستفتاء على الانفصال ومن ثم مناقشة دور كيبك في بالنسبة لكندا وعلاقته مع كندا كدولة، فليس استقلالا كاملا إما لكن أن يكون هنالك مباحثات فيما بعد الاستقلال. هذا صوت معظم 50.6% صوتوا ضد الاستقلال، كان فوزا بالنسبة لجون كريتيان. جاك باريزو اعتزل الحياة السياسية، ومن ثم لوسيان بوشار رئيس البلوك كيبيكوا أو الكتلة الكيبيكية في البرلمان الكندي ترشح لزعامة الحزب البارتي كيبيكوا، فاز بها، ومن ثم في كانون الثاني من العام 1996 أصبح رئيسا للوزراء لمقاطعة كيبك. بعد ذلك الحين في ذلك الحين كان السيد جول دوسيب قد كان أصبح زعيما لفترة انتقالية ريثما ينتخب البلوك كيبكوا رئيسا آخر، وانتخبوا فيما بعد ميشيل غوتيه ليكون زعيمهم. لم يكن ميشيل غوتيه زعيما قويا، وفي العام 1997 استقال، وانتخب جيل دوسيب زعيما لحزب البلوك كيبكوا فيما بعد، وبقي زعيما للبلوك كيبكوا من العام 1997 إلى العام 2011 تحت زعامة جيل دوسيب. كونه نقابيا كان البلوك كيبكوا أكثر يسارية من أي وقت مضى، وفازوا بجولات عديدة في العام 1997، في 2000، في 2004، 2006 و 2008 بنواب كثر. في أكثر الأحيان أقل مرة فازوا ب 38 نائب، في أحد الأحيان فازوا ب 54 نائب. في العام 2011 خسر البلوك كيبكوا معظم مقاعده، خسروا نزلوا من 54 نائب إلى أو من 51 نائب إلى 4 نواب، كانت من بينهم ماريا موراني، وكان هنالك خسر جيل دوسيب مقعده لمصلحة حزب الـ NDP. وفيما بعد أصبح هنالك كان هنالك انتخابات داخل الحزب، ترشح إليها أندري بلافانس وماريا موراني ودانييل بايي. دانييل بايي كان هو الفاينانس كريتيك أو وزير المالية في حكومة الظل البلوك كيبكوا، وكان يعتد أنه هو أحد المناظرين داخل حزب الكيبك على المستوى المالي. فاز بزعامة الحزب، وهو الذي طرد ماريا موراني من حزب البلوك كيبكوا عندما اعترضت على بولين ماروا رئيسة وزراء مقاطعة كيبك، وبالنسبة للشارد ديفلور وما يسمى بشرعة حقوق كيبك، شرعة القيم الكيبيكية، شرعة القيم الكيبيكية.
وعندما طردت ماريا موراني من الحزب، دانيال بيا واجه الكثير من الانتقاد داخل الحزب، وفي العام 2013 استقال من زعامة الحزب وانتخب البلوك كيبيك وماريو بوليو زعيم للحزب الكيبيك. يعد ماريو بوليو هو من أقصى اليمين في الحزب الكيبيكي، وعندما نقول من أقصى اليمين هو انفصالي حتى النخاع، كان يطرح موضوع الانفصال دائما وأبدا أنه هذا الذي يجب السياسة الأساسية بالنسبة لكيبيك، عندما علما أن ماريو بوليو هو أكثر التقدميين مثلا بالآراء الأخرى، ومن أكثر المدافعين مثلا عن حقوق فلسطين، هو نائب رئيس الكتلة البرلمانية من أصدقاء فلسطين الكنديان بارلمنتري فرنش أسوسيشن فلسطين كندا فلسطين بارلمنتري فرنش أسوسيشن، ولكن في ذلك الحين كان رئيس الحزب البلوك كيبيك وزعيم الحزب البلوك كيبيك هو شخص واحد غير كل الأحزاب. يعني كنا تكلمنا في السابق عن زعامة الحزب ورئاسة الحزب أن رئيس الحزب هو غير زعيم الحزب، في البلوك كيبيكوا كان رئيس الحزب هو نفسه زعيم الحزب. لم يكن السيد مارتان بوليو ماريو بوليو قويا داخل كيبيك وداخل البلوك كيبيكوا، فطلب منه أن لا يقود الحزب في العام 2015 في الانتخابات، لأن استطلاعات الرأي تقول أن حزب البلوك كيبيكوا لن يتقدم تحت زعامته. في أحد المؤتمرات فصل البلوك كيبيكوا رئاسة الحزب عن زعامة الحزب، بقي ماريو بوليو رئيسا للحزب، واستدعي جيل دوسيب إلى أن يقود الحزب كزعيم في الانتخابات في العام 2015. ارتفع شأن البلوك كيبيكوا وفازوا بعشر مقاعد في العام 2015، فاز ماريو بوليو بمقعده، لكن جيل دوسيب أخفق في أن يفوز بمقعده في العام 2015، واستقال من ذلك المقعد، وأصبح بعده انتخابات داخلية داخل الحزب، واهتز وضع حزب لبارتي كيبيكوا، واستقال سبعة من نوابه، إلى أن جاء ديف فرانسوا بلانشي الزعيم الحالي وعاد ليلملم صفوف الحزب، وفاز بانتخاب زعامة الحزب وقادهم في العام 2019 إلى الفوز ب 32 نائب ووضعهم على الخارطة السياسية في كيبيك على المستوى الفيدرالي من جديد، علما أن استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة كانت تقول أنه كان من الممكن أن يفوز بأكبر عدد، وأن أكثر من 10 أشخاص في الحزب البلوك كيبيكوا كانوا قد خسروا مقاعدهم بأقل من 1000 صوت، فعادوا بقوة إلى الساحة السياسية في كيبيك، والآن هم الحزب الثالث في البرلمان الكندي. واضح. سريعا بدأ هذا الحزب، يعني احنا ضايلنا دقائق، سريعا أستاذ حسن، بدأ هذا الحزب في فكرة الانفصال، هل ما زالت هاي الفكرة موجودة؟ وكيف ننظر لهذا الحزب كحسنات وسيئات؟ يعني سريعا هيك إذا نقدر نحطه في ميزان. الفكرة لا تزال موجودة، وهي يعني عصب البلوك كيبيكوا، يعني كالبارتي كيبيكوا عندما يتخلى عن فكرة الاستقلال يتخلى عن وجوده، يعني قد يكون مناضلو الحزب قد ينفصلون وقد يؤسسون حزبا آخر، أما أن يبقى تحت الشعار أو تحت اسم بلوك كيبيكوا لا خيار له إلا أن يستمر في دعوته للانفصال، قد يحاول من وقت لآخر كما يفعل البارتي كيبيكوا في كيبيك، يقول أننا في هذه الانتخابات لن نركز كثيرا على الانفصال، يهمنا الآن هو أن يكون حكومة نظيفة وحكومة شفافة، ولكن الفكرة الاستقلال هي الهيكل العظمي لأيديولوجية الكتلة الكيبيكية، قد يختلفون في التوقيت، ولكن أما الفكرة بحد ذاتها هي لا تزال موجودة. طرحت سؤالا وأجابك الدكتور نور بالتفصيل عن مراحل الحزب،
والشخصيات المهمة وكذا. إذا أردنا أن نوجز ما قاله الدكتور نور بسرعة، الأشخاص الذين تتابعوا على زعامة الحزب بإمكاننا أن نذكر ثلاث أشخاص، هنالك أسماء كثيرة، ولكن الأشخاص الذين تركوا بصماتهم في الحزب هم المؤسس لشين بوشار الذي تلاه جيل ديساب، وإيف فرانسوا بلانشيت الذي هو الزعيم الحالي لأنه استطاع بأن يخرجهم من 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 صفحة النسيان إلى أن يكونوا كتلة مهمة في في البرلمان الآن. نقطة أخرى سألتها فيما مضى إن كان هنالك علاقة عضوية ما بين البلوك كيبيكو والبارتي كيبيكو، هنالك علاقة أيديولوجية إلى حد ما متطابقة، هنالك علاقة أن كثير في البداية كثير من الأعضاء في كانوا أعضاء في الحزبين، ولكن ليس هنالك علاقة رسمية ما بين الحزب البلوك كيبيكو والحزب الكيبيكو. ولكن الآن نرى أن إيف فرانسوا بلانشيت الذي فعله هو الآن هو يلتصق بسياساته وبتحالفاته مع حكومة الكاك مع فرانسوا ليغو أكثر بكثير من البارتي كيبيكو، لأنه يرى أن فرانسوا ليغو يدافع عن حقوق كيبيك ويدافع عن القومية الكيبيكية وعنده فرص النجاح أكثر من البارتي كيبيكو، وبالتالي نرى أن إيف فرانسوا بلانشيت في تحالفاته هو يعتبر نفسه شبه أتصال الناطق الرسمي باسم حكومة كيبيك في برلمان أوتاوا يعني. وكذلك هو ليس فقط مسألة أيديولوجية بقدر ما هي مسألة نفعية أيضا، لأن حكومة الكاك أو حكومة التحالف من أجل مستقبل كيبيك التي يقودها ليغو حكومة شعبية كثيرا عندها، تتمتع بدعم شعبي لا مثيل له في كيبيك، وإيف فرانسوا بلانشيت يستفيد يسبع على هذه الموجة ويستفيد من موجة التعاطف والدعم لفرانسوا ليغو. هذا بشكل عام. وكما سألت سؤالا إن كان ما هي المناصب الوزارية التي استلمها بلوك كيبيكو، بالطبيعة ليس طبيعيا ليس هنالك مراكز وزارية ليستلمها بلوك كيبيكو، لأنه حزب لا يطمح إلى السلطة وليس له أي مجال لأن يصل إلى السلطة في أوتاوا، لأنه هو فقط يترشح في مقاطعة كيبيك، ومقاطعة كيبيك عندنا 78 مقعد، يعني حتى ولو فاز بكل مقاعد كيبيك وهذا شبه مستحيل لن يستطيع أن يشكل حكومة في أوتاوا ولن يكون عنده مراكز في وزارة أوتاوا. المرتين التي اقترب من السلطة هو عام 93 عندما كان عنده 54 نائبا من نسل 75 وكان وأصبح لشين بوشار زعيم المعارضة الرسمية، ومرة أخرى عندما كان هاربر رئيسا لحكومة أقلية تحالف الأحزاب المعارضة الثلاثة الحزب الليبرالي وحزب الديمقراطيين الجدد والبلوك كيبيكو على أن يشكلوا حكومة ائتلاف تسقط حكومة المحافظين، ولكن وتكون حكومة ائتلاف ما بين الديمقراطيين الجدد والليبراليين، أما البلوك كيبيكو يدعمهم من الخارج لأنه لم يرد أو لم يرد الآخرون أن يكون هنالك وزراء انفصاليون في حكومة فيدرالية. هذه هي المرتين التي اقترب منها حزب الكتلة الكيبيكية إلى السلطة. نعم واضح، يعني أتوقع أنه الحزب البلوك الكيبيكي زي باقي الأحزاب حيأخذ منا حلقة أخرى. نعم. وسنكون بضيافة صديقينا العزيزين إن شاء الله مرة أخرى، وليس هم بضيافتنا زي ما حكينا لأنهم صاروا أهل بيت. فأتوقع أنه الأسبوع القادم إن شاء الله حنكمل في الحلقة الثانية عن البلوك كيبيكو. أنا في النهاية حابب أشكركم، ما بعرف إذا حدا عنده شيء لم نتحدث عنه في نقطة مهمة لم نذكرها. يعني ممكن بس الإشارة أنه لأنه حزب الانفصالي في كيبيك البارتي كيبيكو الذي توالى على السلطة مع الحزب الليبرالي في كيبيك اليوم هو في
المركز الرابع بعد الكاك الكواليسيون كولاسيون افنير دافنير كيبيك، وحزب الليبرالي اللي هو في المعارضة، والحزب الكيبيك سوليدير الذي جاء في المركز الثالث، علما أن الكيبيك سوليدير هو في تصاعد وهو حزب يساري أيضا، وهو حزب انفصالي طرح أنه على المستوى ذا. فتلاشى حزب البارتي كيبيكوا، ولكن وجود حزب آخر يطرح الانفصالية أيضا في المركز الثالث الآن في برلمان كيبيك قد يجعل من موضوع الانفصال في كيبيك أنه بذرة لا تزال حية وستبقى موجودة حتى يتنافى هذا الشيء بخسارة كلا الحزبين. والله بنحبكم يا الكيبيك، والله بنحبكم، ليش بدكم تتركونا؟ في سؤال سريع أستاذ حسن، إذا إجابتكم سريعة، هل هناك تأثير للدولة الفرنسية أو الحكومة الفرنسية على سياسة هذا الحزب؟ لا، يعني هنالك تأثير الثقافة الفرنسية بشكل عام على الطبقة السياسية الكيبيكية، وعندما أقول الطبقة السياسية الكيبيكية أتحدث عن المثقفين. يستقون بعض الممارسات في فرنسا مثلا عن العلمانية، عن فصل الدين عن الدولة، عن محاربة الدين، يستلهمون من السياسات الفرنسية والأيديولوجية الفرنسية. أما تدخل الحكومة الفرنسية فلا، وحتى أن المرة الوحيدة التي تدخلوا عندما تفضل الدكتور نور عن الجنرال ديغول عندما ألقى خطابه الشهير تعيش كيبيك حرة، فيما بعد تقلص هذا الدور، ولكن كان هنالك بعض السياسيين الفرنسيين الذين يقولون نو ا لا ديفيرونس نو ا لانجيرونس، يعني نحن لسنا غير مهتمين ولكن لا نتدخل، يعني يراقبون الوضع عن كثب. وباريزو عندما قام بالاستفتاء 95 فاوض كثيرا الحكومة الفرنسية لتؤيده، ولكنها كانت ترفض التأييد. الحد الأقصى الذي استطاع أن يحصل عليه وأنه إذا الكيبيكيون اختاروا بطريقة ديمقراطية وبأنفسهم طريق الاستقلال أو طريق الانفصال، فإن فرنسا ستكون أول المعترفين بهم، لأن فرنسا لا تقبل على شرفها وعلى تاريخها أن تأتي دولة أخرى وتعترف بأكبر دولة فرنسية، فرنسية اللغة في أمريكا الشمالية. يعني لو اختار الكيبيكيون الانفصال سيجدون حكومة فرنسا بجانبهم. أما حكومة فرنسا قضايا معادلات دولية وقضايا لا. حتى هنالك نزعات انفصالية داخل فرنسا نفسها، وبالتالي لا تستطيع فرنسا أن تؤيد كيانات انفصالية في دول أخرى. بينما الانفصاليون في كيبيك يؤيدون الحركات الانفصالية في الدول الأخرى، يعني مثلا أعطيك مثل كاتالونيا في إسبانيا عندما كان هنالك الاستفتاء أو الاسكتلندا، التيارات الانفصالية في كيبيك شاركت بكثير من الزخم. لا تصور أنه كان عندهم القوة لأن يشاركوا عمليا، ولكن من ناحية الدعاية ومن ناحية البروباغندا ومن ناحية كذا كانوا يدعمون هذه التيارات الانفصالية. ونشعر كذلك حتى في عالمنا العربي، نشر هنالك نوع من الدعم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للنزعات الانفصالية أو الاستقلالية أو كذا داخل العالم العربي، حتى من المواطنين الوافدين، لا أقول مواطنين العرب، أقول المواطنين الوافدين من بعض الدول العربية مثلا شمال أفريقيا مثلا أو كذا. نعم، مثل الكرد مثلا، الكرد والأمازيغ، خاصة الأمازيغ. الكرد ليس هنالك عدد كبير من الكرد هنا، ولكن من الجزائر مثلا الأمازيغ، نرى أن كثيرا من المترشحين على قوائم البارتي كيبيكوا أو البلوك كيبيكوا في من دول جامعة الدول العربية، حتى لا نقول الدول العربية، نجد أن كثيرا منهم هم من الأمازيغ في شمال أفريقيا. لأن الدعاية تأتي أن أنتم مضطهدون ونحن مضطهدون، أنتم تتوقون الاستقلال ونحن أيضا نتوق إلى الاستقلال وهكذا. طيب.
طيب شكرا لكم أستاذ محمد، ما بعرف إذا بدك أنا بدي أشكر طبعا، بدي أشكر طبعا الأصدقاء وأشكر الأحباب دكتور نور والأستاذ حسن، يعني حلقاتنا مستمرة والحلقة القادمة نكمل فيها باقي النواحي حول هذا الحزب. دكتور جمال أترك عندك التنبيه والتذكير للأصدقاء. يا أنا باسم كنار بشكر جميع المشاهدين، كانت حلقة متميزة، كان في أسئلة كتير صراحة، أنا أتعلم شغلات كتير خاصة في موضوع العملية الانفصالية أو طلب الانفصال. أكيد راح يكون لنا حلقة ثانية لأنه حزب مهم في السياسة الكندية، فتابعونا الأسبوع القادم بنفس الوقت الساعة 7 وإن شاء الله نقدر نجاوب على باقي الأسئلة. بس حبيت أذكر اليوم الساعة 9 إن شاء الله حيكون لنا حلقة بموضوع رؤيتها، حلقة بنظرة نسائية، سيكون لنا ضيفة مميزة تتكلم عن موضوع كيف قاومت بحبها وصمودها وساعدت في تحرير زوجها وإعادة زوجها اللي هو الأستاذ أو المهندس ماهر عرار إلى كندا. هتكون حلقة مميزة الساعة 9:10 حيكون لنا حلقة عن المال والأعمال ودراسة لآخر المستجدات للأسواق المالية في كندا والولايات المتحدة. وغدا طبعا الحلقات في عندنا حلقة غدا صحيح الساعة 5 معاي حتكون عن اختبار الجنسية الكندية، حيكون في معلومات كثير عن موضوع الجنسية الكندية خاصة اللي بدهم يختبروا، حنبدأ في سلسلة جديدة. الساعة 7 حيكون حلقة برنامج جمال التطوع مع إكرام، والساعة 9 حيكون جمال الثقافة والفولكلور، هنتكلم عن لبنان. فكونوا في حلقات متميزة إن شاء الله غدا واليوم. طبعا الدكتور نور والأستاذ حسن لازم يحضروها حلقة الفولكلور اللبناني بكرة يعرفوا أكثر شرف الجميع، نحن عم نمثل فيها تصبحوا على خير. السلام عليكم. شكرا للجميع وتصبحون على خير. السلام عليكم. سلام.